خلينا نرجع لأخبارنا مرة أخرى ونروح للمصارعة والبطل محمد جبر اللي للأسف برضو خسر في نصف نهائي منافسات وزن 97 كيلو جرام علشان يلعب بكرة إن شاء الله على الميدالية البرونزية. لسه عندنا أمل إن احنا نجيب ميدالية برونزية طبعا في المصارعة. محمد جبر خسر أمام بطل إيران محمدي سيرافي بنتيجة 6-0. بطلنا كان اتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على بطل بيلاروسيا أبو بكر المصنف الثاني عالميا بنتيجة 4-1. في مفاجأة كبيرة جدا وغير متوقعة. إن شاء الله محمد جبر يقدر يكمل مشواره بكرة ويحقق الميدالية البرونزية. والحقيقة محتاجة أخد من كلام زميلي طبعا كريم إبراهيم اللي قال إنه كل أو في معظم الأوقات في الأولمبياد دايما بيكون في مفاجآت، دايما بيكون في إن البطل اللي هو بيحقق ميدالية أولمبية ممكن ما يكونش أصلا كان مبني عليه توقعات إنه يفوز بالميدالية الأولمبية، وده بيحصل وبيفاجئنا على مر التاريخ في الأولمبياد. بتبقى رايح مرتب إن كذا وكذا 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 هم الأقرب للحصول على ميدالية أولمبية، والحقيقه بتتفاجئ في الاولمبياد ان في ابطال اخرين هم اللي بيقدروا يحققوا الميداليه الاولمبيه. ده ما يمنعش ان اللي انت بتبقى متوقع لهم بميداليه اولمبيه انهم بيفوزوا ايضا بميداليات اولمبيه، ولكن في الغالب بتحصل مفاجآت غير متوقعه. طيب هل دي حاجه تفرحنا؟ اكيد تفرحنا، ولكن انا ببقى مهتمه جدا ان انت كمسؤول فني واداري المفروض ان انت تبقى عارف كل لعيبتك اللي يقدروا يجيبوا ميداليات أولمبية. مش المفروض ان احنا نبقى سايبين حاجة للظروف، لان دي بتبقى قصة طويلة عريضة بقالها 4 سنين. انا وجهت دعمي لمين وصرفت على مين وما صرفتش على مين وراح تحدى الظروف وجاب ميدالية أولمبية. فده مهم جدا، بوجه دعمي فين والمين وازاي، وان الموضوع ده يبقى مفصل ويبقى مدروس ويبقى بيتم متابعته من قبل المسؤولين. فده شيء مهم جدا جدا. طيب نروح لبطلنا الأولمبي محمد السيد كيشو صاحب برونزية أولمبياد طوكيو 2020، واللي عنده مباراة مهمة جدا مع بطل أذربيجان المصنف الأول عالميا حسرات جافاروف. القرعة اللي اتعملت النهاردة صعبت الموضوع شويتين على كيشو. كيشو هيلعب مع بطل أذربيجان في دور الـ16 بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 12:30 ظهرا. طبعا كل التوفيق لبطلنا، عنده مواجهة صعبة بالتأكيد، لكن كيشو بطل أولمبي، والبطل الأولمبي قادر أنه يحقق الإنجاز مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات اللي هتقابله. خلاص أنت بطل أولمبي، يعني بتواجه صفوة الرياضيين في لعبتك في الأولمبياد، فما فيش بقى ما فيش سهل وصعب، أنت بس بتبقى مستني أن المواجهات الأصعب تكون في مراحل متقدمة شوية. ولكن في الآخر انت عشان توصل لميدالية أولمبية هتلاعب كل الناس دي، ومضطر انك تواجه كل الناس دي عشان تقدر تحقق الميدالية الأولمبية. كل التوفيق لكيشو زي ما كل التوفيق طبعا لمحمد جبر. كرة القدم، كرة اليد، عندنا ألعاب كتيرة جدا لسه، رفع الأثقال والتايكوندو والخماسي الحديث عملنا كبير، ولسه زي ما قلت الألعاب اللي هي عندنا أمال كبيرة عليها لسه في منها كتير ما بدأش مسابقاته أو منافساته. نروح لواحدة من الرياضات الممتعة في الأولمبياد وهي ركوب الأمواج، واللاعب الفرنسي كاولي فار لعبة صعبة جدا بالتأكيد ولكن ممتعة. نروح للسويدي أرماندو بلانتس اللي حطم الرقم القياسي العالمي لعب القوة. من جانب آخر بقى نروح للجنة الأولمبية الدولية برئاسة تومس باخ اللي طلبت بضرورة إنشاء اتحاد دولي جديد بشكل عاجل للعبة الملاكمة ليحل محل الاتحاد الدولي الحالي والصادر بحقه قرار الإيقاف. مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية قال النهاردة في مؤتمر صحفي إن الملاكمة بتحتاج إلى اتحاد جديد لتنظيمها، والاتحاد الدولي ليس مستعد لإدارة اللعبة. وأكد أدامز إن أزمة الملاكمتين إيمان خليف ولين يو تيانج كانوا أفضل دليل على الحاجة إلى التغيير.
those national federations, I think some are already coming together more, I think, after yesterday. But I think some of those are coming together, and let's hope that they can bring it to Los Angeles. We definitely, we would love to see boxing. We want. طبعا كده تكون خلصت حلقتنا، ولكن في النهاية عايزة أقول زي ما قلت كذا مرة النهاردة في الحلقة، لأنه إحنا مش عايزين نكون بنصدر صورة سلبية، إحنا عايزين نكون برضو بنبرز الإيجابي. الإيجابي إن لسه الألعاب اللي أنت بتعقد عليها أمال كبيرة جدا جدا خلال الأولمبياد لسه ما قدرتش، لسه ما دخلتش المنافسات، أو لسه منافساتها ما بدأتش، زي ألعاب إيه؟ زي ألعاب رفع الأثقال والتايكوندو، الخماسي الحديث، كمان منافسات المصارعة. بكرة عندنا أمل في محمد جبر أنه يقدر يحقق برونز وكيشو كمان، فلسه الأمال مستمرة ولسه الأماني ممكنة. ده طبعا غير كرة القدم وكرة اليد. كرة القدم اللي هينافس على الميدالية البرونزية، في حين كرة اليد عنده مباراة هامة جدا جدا أمام المنتخب الإسباني، وهي واحدة من المدارس الصعبة والتقيلة في كرة اليد. ولكن عندي إحساس إن ولادنا في كرة اليد عندهم طار محمود، يعني من أولمبياد طبعا طوكيو 2020 لما كانوا بيلعبوا مع المنتخب الإسباني على البرونز، على الميدالية البرونزية، وما حلفهمش الحظ. إن شاء الله يقدروا ياخدوا بطرهم خلال المباراة القادمة أمام المنتخب الإسباني بإذن الله، يقدروا إن هم يفوزوا إن شاء الله بالميدالية، يعني يدخلوا ويعلقوا ميدالية الأول، بس يفوزوا على المنتخب الإسباني ويدخلوا دور الأربعة، واللي هيكون إنجاز محترم جدا، لأن إسبانيا واحدة من المدارس الثقيلة والمرشحة للفوز، أو على الأقل لعب المباراة النهائية. ولكن إن شاء الله منتخبنا لكرة اليد يقدر إنه يوقف مشوار الماتادور الإسباني، ويقدر إن هو اللي يدخل دور الأربعة. لعيبة المنتخب ده تستاهل، قدرت تحرج المنتخب الفرنسي، قدرت بعد ما كل الناس كانت متوقعة لهم ثالث أو رابع المجموعة تأهل قواصيف المجموعة، وده شيء يعني متوقع حدوثه، ولكن ما كانش سهل ابدا. فطبعا بنتمنى لهم ان شاء الله ان شاء الله ان هم يوصلوا لدور الأربعة. كمان تمنياتنا لمنتخب كرة القدم اللي شرفنا بجد. ناس كتير جدا قال لك لا اصل مش هيعدي دور المجموعات، ناس اكتر قالوا لك لا اصل الموضوع هينتهي بعد دور المجموعات، ولكن هم وصلوا دور الأربعة. صحيح ما حلفهمش الحظ امام صاحب الارض، ولكن ان شاء الله يقدروا يعلقوا الميدالية البرونزية امام المنتخب المغربي الشقيق.